بنت بقى سابقه في الجلسات كل اسبوع بتروح. في جزء الحقيقه يعني مش لطيف قوي اللي هو فيه اسامي ادويه، فارجوك يعني استحملني شويه، وعايز اقول لك ان مش انا اللي بالفه خالص يعني مش علاقه بيهم، ف ولا اللي يعني هجبرك على حضورهم، لكن هم للاسف ادويه مهمه جدا في الامتحانات بتاعتنا. مجموعه هنسمعها ان شاء الله اسمها الاوتوبيت سبستيتيوتس. احنا كان فاضل عندنا جزء بسيط في المحاضره اللي فاتت اللي هو اخر جزء في علاج الاورجان فوسفورس كومباوند بويزنينج، مش كده؟ فاكرين المجموعه بتاعت الايرريفرسبل انتي كولين استريزس، فاكرينها؟ مين فاكر السورس بتاعها كان ايه؟ الاورجان فوسفورس كومباوند دول سينثيتيك صح؟ الكيمستري بتاعتهم اورجانيك فوسفيتس، مش كده؟ They are organic derivatives of phosphoric acid. عشان المسافه بين المحاضره اللي فاتت والنهارده طولت فالدنيا صعبه شويه. كان فيهم حاجه مهمه قوي قوي في الكاركتر بتاعهم ان هم فيري فيري هاي ليبيد سوليبل. ما عدا ايجو ثلوفين. والدليل بتاعنا ان هم ليبيد سوليبل قوي ان هم ابزوربد فروم اي سايت. يعني لو اتبلعوا هيمتصوا. لو اتشموا هيمتصوا. لو جم على الجلد هيحصل لهم ابزوربشن، مش كده؟ مجموعه الاورجان فوسفورس كومباوندز كانت كده. لما اتكلمنا على الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم بيشتغلوا ازاي بقى؟ الاورجانو فوسفورس كومباوندز. They bind to choline esterase enzyme، صح؟ هتقول لي بقى حضرتك بيمسكوا في انهي سايت؟ الانيونيك ولا الاستراتيك؟ استراتيك بس. وهتقول لي البوند اخبارها ايه ما بين الاورجانو فوسفورس وبين الاول اللي فات ده لوز، وبعد فتره برافو عليك بيحصل ما يسمى الكوفيلنت بوند او الايرريفرسبل بوند، يعني معناها حصل في الانزايم ايجنج، يعني مش هقدر اكسر اسيتايل كولين غير لما اعمل سينثيسيس او ريجنريشن انزايم جديد ثلاث شهور عشان اصنع ترو ثلاث اسابيع عشان اصنع سوبر، عشان كده بيحصل منهم توكسيك افكت عادي. التسمم بتاعهم امتى بيحصل؟ يعني ايه كوزز اوف توكسيسيتي باي اورجانيك فوسفورس كومباوندز؟ ممكن يبقى اكسيدنتال، طفل اللي شرب المبيد الحشري مش كده؟ بس بالغلط ممكن يكون سويسايدل. طالبة الاعداديه الفاشله دي اللي هي حاولت تنتحر او انتحرت بالمبيد الحشري. ممكن يكون اوكيبيشن، الفلاح بتاع مصر بقى اللي عمال يرش الكيماوي في الغيط. ممكن يكون اكسبوجر تو اورجانز، صح؟ اعراض تسمم. كل مشكلتنا ايه؟ اكيوميشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين عمال يشتغل على ماسبرينيك وعمال يشتغل على نيكوتينيك وعمال يشتغل في السيتس. يعمل ايه بقى؟ ماسبرينيك مانيفستيشنز. برادي كارديا، يقلل الايه كوندكشن، غالبا هاي بوتنشال، برونكو سباس، سكريشن كتير، جي اي بي كونتراكشنز عاليه، وغصب عنه بيعمل ديفيكيشن ويورينيشن وسلايفيشن ومايوزس، وده مهم للتشخيص ملوش قيمه طبيه. نيكوتينيك اكشنز، الاقي الاول تويتشز، بس المشكله مش دي بقى، المشكله اللي هيحصل بلاسيد باراليسيس عشان بدا يحصل ما يسمى بالسستين ديبولاريزيشن. سي ان اس، يحصل اكسايتيشن جامد قوي، هلوسينيشن وكونفيوجن وكونفلجنز او سيجرز، وبعدها كوما وديث، وغالبا سبب الديث هيبقى ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر وممكن الهايبوتنش. طيب العلاج، المره اللي فاتت قلنا ان في ثلاث او يعني حسب كتاب القسم كده في تو مين لاينز اوف تريتمنت، حاجه اسمها جنرال سبورت ميجرز وحاجه اسمها سبيسيفيك انتيدوتال تريتمنت. في الحاجات الجنرال عملنا ايه؟ عملت الانتراكيال انتيوبيشن واديته اكسجين، ولو كان في سكريشن بعمل حاجه اسمها سكشن، ولو كان عندي فنتليشن ارتفيشال بعمله. وبعدين بنفس بقى اللي ربنا يقدرنا عليه، مش كده؟ لو كان بلع يبقى غسيل معده بس ما يكونش العيان في كوما. لو كان جلد كونتامينيتد بنقلعه الهدوم الكونتامينيتد، مش لازم تغسلها ولا حاجه بس اقلعها له واغسل له الجلد بتاعه. وبندي حاجه اسمها اكتيفيتد شاركول لو كان العيان بلع الاورجان فوسفورس عشان يعمل حاجه بنسميها الادسوربشن. الكلام الاهم من كده بقى هو كان الانتيدوتال تريتمنت. كان الاتروبين، مش كده؟ الاتروبين هيعالج الماسكارينيك مانيفستيشنز مش النيكوتينيك، صح؟ يعني هيعالج مشاكل القلب والانتستين والسكريشنز وكل الكلام ده. بس مش هيقدر يصلح الفلاسيد براكتس. الاتروبين بيتاخد انتروفينس، مش مهم الدوز، لكن بيتاخد جرعه كبيره في الاول اللي هو يسموها بولس اي في ادمنستريشن فولد باي انتروفينس انفيوجن. وبعد كده بفضل ادي اتروبين لحد ما يبان علامه تحسن
فيسمى في التارجت اند تايمز اوف اتروبي. عندي خمس حاجات، لو وصلت لاربعه خير وبركه، بس مش اقل من كده. يعني لازم افضل اكرر اتروبين لحد ما يبان اربع علامات اللي هما ايه بقى؟ دراي اكزيل معناها خلاص اتعرق وقف، مش سامع قوي بس اه بالظبط كده، يكون السيستوليك بلاد بريشر اعلى من 80 مليمتر مركري والبلس اعلى من 80 بيت بير مينت، واسمع بالسماعه ما الاقيش ويزز، ما الاقيش التزييقه بتاعت وجود السبازم والسكريشن ليه تشست. حاجه كمان مهمه سهله قوي، بص في العينه، بص العينه بدا يحصل فيها ميتريكس. جينا بقى وقفنا عند الاوكسيز، المجموعه الثانيه في السبيسيفيك تريتمنت هي الاوكسيز. الصفحه اللي قبل دي يا جماعه مع اللي هي بتبقى صفحه دي يمكن 52 عندكم في الكتاب، اللي هو عنوان الريفرسبل انتي بريك ستريس، في رسمه صغيره كده على جنب مش كده؟ رسمه نونو كده ولا مش باينه؟ طيب في اللي هو جنب الجزء بتاع الاكشنز بتاع الريفرسبل ده، الرسمه الصغيره دي فيري ديسكريبتيف، هو عايز يقول لي ايه بقى؟ انا شايف الاو بي هي الاورجان الفاسكولس، وشايف ان هي ماسكه في الجزء اللي اسمه الاستراتيك سايت، وشايف اورجانو فوسفرس لسه موجود في البلاد اللي هو الكوره اللي لوحدها دي. لما نيجي نبني الاوكسيمز اللي هي شكلها عامل كده شويه دي، الفكره بتاعت الاوكسيمز ايه بقى؟ ان الاوكسيمز فيها كيميكال نيوكليس، في حاجه اسمها نيوكليوفيليك نيوكليس بتاتراكت الاورجانيك فوسفيت. يعني الاورجانو فوسفرس كومباوندز بيحب قوي قوي يمسك في النيوكليس بتاعت الاوكسيم. يبقى الفكره بتاعتهم ايه بقى؟ انا بدي الاوكسيم، ولو اخدت بالك من الرسمه الاوكسين داز نوت او دو نوت كومبيت مع الاورجانو فوسفرس على المكان ده، بيعمل حاجه ثانيه خالص، بيجي يمسك في الانايونيك سايت وبعدين ياتراك الاورجانو فوسفرس كومباوند اللي ماسك في الانزيم، يمسك فيه هو بقى ويسيب الانزيم وياتراك الاورجانو فوسفرس اللي لسه في الدم ما عملش بايندنج تو ذا انزيم. فهمناها؟ في شرط مهم بقى، الاوكسيمز دول يعني علاج ليس له مثيل في انقاذ العيان اللي عنده فلاسيد باراليسيس، ان ده مش قادر اعالجه بالاتروبين، اعالجه بالاوكسيم. بس في شرط مهم قوي، هو عشان الاورجانو فوسفرس يسيب الانزيم ويمسك في الاوكسيم لازم تكون الرابطه اللي ما بين الاورجانو فوسفرس والانزيم لسه ايه؟ لوز. يبقى ده يتاخد امتى؟ بيفور ايجينج، صح؟ لازم تقولها في الامتحان، ليس له اي قيمه بعد ما يحصل ايجينج في الانزيم. الانزيم اللي اوريدي خلاص مسك فيه الاورجانو فوسفرس وبقى كوفيلنت بوند عمره ما يتفك منه ابدا. مفهوم يا جماعه؟ يبقى لو سالتك بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاوكسيز، كلام سهل قوي. هو بيتاخد طبعا انترافينس، هوريك دلوقتي ان شاء الله في الكتاب، بيبقى برضه زي الاتروبين بتاخده بولس وبعدين اي في انفيوجن، يعني جرعه كبيره في الاول وبعدين جرعه في المحلول. الهدف الاساسي منهم ريستوريشن اوف ذا سكيليتال ماسل تون اللي ما قدرناش نصلحه بالاتروبين. طريقه شغلهم they bind to the anionic site و they attract بالنيوكليس اللي فيهم دول they attract the organic phosphates من المكان اللي هم ماسكين فيه اللي هو الاستراتيك سايت، بشرط يكون لسه الاورجانيك فوسفورس فري في الدم او ماسك في الانزيم بس في المرحله اللي بنسميها لوز بوند ما تحولتش الى كوفيلنت بوند. المجموعه اسمها الاوكسيمز، خلي بالك يسموهم في كتب الفارما كولين ستريز ري اكتيفيتورز، صح؟ كولين ستريز ري اكتيفيتور بيرجع ينشط تاني كولين ستريز، الشرط الاساسي فيهم ما يكونش حصل كوفيلنت بوند. عندنا اسمين في الكتاب هم اكتر من كده طبعا شويه، لكن تلاقي اسمين كده اخرهم اوكسيم، وحاول طبعا يعني برضه خد الامير بالشبه شويه، مستحيل نحفظ كل الاسامي في المنهج، في حاجات ممكن بالشبه كده، دول اخرهم اوكسيم اهو، ادي توكسين واوبي توكسين، دول مشهورين قوي دلوقتي في علاج الاورجانو فوسفرس كومباوند بويزنج. مكتوب بقى بعد المعلومتين الاولين احنا قلناهم دول ان ال WHO منظمه الصحه العالميه مش عارف بتدي دوز قد ايه، ما يهمناش الجرعه، انا قلت لك بس الفكره اي في بولس فولو باي انتروفينس انفيوجن. العيوب بتاعتهم بلاش تفصيل يعني عشان محدش برضه يسال بعد كده او يدور، هي العيوب دي لم تتناول من العيانين ظهرت سايد افكتس، ما نعرفش قوي الحقيقه الميكانيزم بتاعها ليه عملت المشاكل دي، بيحصل منهم هيدك، بيحصل ديزنس دوار او عدم توازن، بيحصل بلير فيجن تلاقي العيان الرؤيه بتاعته مزدله شويه، وبيحصل حاجه اسمها ديبلوبيا رؤيه مزدوجه. دبل فيجن الكلام ده غالبا افكت على سي ان اس، بس مش عارفين ميكانيزم بقى، يعني مش عارفين هو ليه عمل كده على البرين. ده الحاجات اللي تهمني بقى في المجموعه بتاعه
فوسفورس بويزنج نقاش انتي كونفلسنت. العيان ده معرض قوي قوي ان يجيله تشنجات، وحتى لو ما جاتش تشنجات يجيله نوع من السي ان اس اكسايتيشن عالي قوي، تلاقي العيان متوتر وقلقان، وزي ما قلنا قبل كده كله عنده مشاكل اوفر اكتيفيتي في السي ان اس. سببها ايه تفتكر؟ ليه ممكن يجيله تشنجات وليه ممكن يبقى اجيتيتد او يعني في حاله تهيؤ كده؟ و من الاورجان الفوسفورس نفسه او برافو عليك او من الاتروبين. صح، الاتروبين نفسه زي ما نقول ان شاء الله بعد شويه هو ليه افكت ستيمولانت على السي ان اس. فجايز يكون التوتر والقلق والتشنجات دي حاجه من الاثنين، انا ما اعرفش بقى هو جاي منين. فبدي حاجه تعالج العرض، يعني بدي دواء كل الهدف منه تريتمنت اوف سي ان اس ستيميليشن. المجموعه دي على بعضها كده اسمها البنزو دايازيبينز، هنذاكرها كويس قوي ان شاء الله في الترم الثاني. بتعالج صرع وبتعالج تشنجات وبتعالج امراض ثانيه كتير. افتكر منها بس مبدئيا دايازيبام، يمكن عدى علينا قبل كده اشهر واحد ده، واسمه التجاري طبعا ثاليوم اللي يحب يعرف اسامي التجاريه. ده بيتاخد غالبا انترافينس عشان يعالج مشاكل السي ان اس. انتهى كده بقى الموضوع بتاع كل الباراسيمبثومايميتكس. مش عايزين نضيع وقت بقى في ان احنا نقول قديم، بس عشان يعني بسرعه كده لم بقى معايا الموضوع. ايه الباراسيمبثومايميتكس دول؟ درجز ده ستيميليت ماسكارينيك، واحنا كنا زودنا بس نقطه كده بلس سرفايفس نيكوتينيك، يعني كلهم بيشغلوا ماسكارينيك، بس في منهم عندهم اديشنال بروبرتي اللي هو شغل معانا نيكوتينيك. صح؟ هاو تو ديفرنشيت بين اللي بيشغل ماسكارينيك ونيكوتينيك وبين اللي بيشغل ماسكارينيك بس؟ تجربه الضغط، احقنهم في الاوضه كلهم هيعملوا هايبوتنشن، اديهم جرعه صغيره بعد الاتروبين ما يشتغلوش لان انت قفلت ماسكارينك. اديهم جرعه كبيره بعد الاتروبين يحصل حاجه من الاثنين، يا الضغط يعلى يبقى هم شغالوا نيكوتينيك بتوع المظله طلع ادرينالين، يبقى دول من اللي بيشتغلوا ماسكارينك ونيكوتينيك، ما حصلش حاجه يبقى دول ماسكارينك بس. بنقسمهم ازاي؟ على حسب الميكانيزم. مش كده؟ في دايركت يعمل ستيميليشن على ريسبتور على طول، وفي اندايركت اللي هو الكوليت ستريس انهبيتورز. الدايركت كولين استر وكولين ومايميتيك الكالونيك. الاسترز اسيتايل كولين بيتا كولين كاربوكول بيتا ليكول، وخلي بالك الساكسينايل كولين كيميائيا كولين استر ولكنه مش باراسيمبثومايميتيك. طيب المجموعه الثانيه اللي هي الكولين ومايميتيك الجواز ما فيهاش الا بايوكاربين في الطب. الانتي كولين ستريسز لسه كانوا قريبين بقى ريفرسبل وانريفرسبل والكلام. النهارده هنتكلم ان شاء الله على مجموعه مهمه قوي في المنهج وفي الطب اسمها مجموعه الكولينرجيك ريسبتور انتاجونست، العنوان اللي موجود عندنا في الكتاب، اللي هو اقدر اسالك عليه بشكل تاني ايه الادويه اللي بتضيع شغل الاسبايل كولين في جسمك؟ مش كده؟ يعني في حد من اساتذتنا في الشفوي يقول لك ايه الادويه اللي اديها ما تخليش الاسبايل كولين يشتغل؟ هي نفس الفكره. انا عارف ان الاسيتيل كولين بيشغل كولينرجيك ريسبتورز، وعارف ان هما ماسكارينيك ونيكوتينيك. صح؟ وعارف كويس قوي ان النيكوتينيك دول نوعين، نوع موجود على الجانجليا والادرينال مدلة اسمه ال ان ان او ال ان جي، ونوع موجود على سكيلتال ماسلز اسمه ال ان ان. يبقى تفتكر الادويه اللي تبقى انتي كولينرجيك تبقى كام مجموعه؟ مجموعتين كبار. صح؟ مجموعه تقفل ماسكارينيك يبقى اسمها انتي ماسكارينيك، او يسموها ماسكارينيك بلوكرز او ماسكارينيك انتاجونست، او يسموها اسم قديم قوي احنا للاسف لسه لو اخدت بالك محتفظين بيه بارا سيمباثوليتيك. اسم ده بيعترض عليه بشده لان ليتيك معناها بيعمل لايسنس للسيستم، وده مش حقيقي، هو بس بيعطل الباراسيمباثيك. دول هنتكلم عنهم ان شاء الله النهارده. المجموعه الثانيه اسمها انتي نيكوتينيك، قفلنا النيكوتينيك ريسبتورز. لازم يكون عندي مجموعتين بقى اللي هم بنسميهم الجانجليون بلوكرز اللي هم قفلنا ال ان ان او ال ان جي، والنيورو ماسكولار بلوكرز قفلنا ال ان ام اوف ذا موتور ان بي. مش لازم النهارده بقى لان دول مؤجلين. كل مجموعه من دول بنقسمها حسب الميكانيزم، يا كومبيتيتف يا ديبولايزنج. يا كومبيتيتف يا ديبولايزنج. هل انا عارف ما خدناش جدول، بس حد يقدر يتخيل الفرق بين الاثنين؟ وبيكمبيت مع ايه؟ بقول لك الدواء اللي اسمه ترايمتافان مثلا هنا او كولاري هنا اسمه كومبيتيتيف بلوكر، معناها ايه؟ بيكمبيت على اسيتايل كولين على مكان،
في البلوكر. يعني مفهومه ان البلوكر قافل اهو، يجي الاسيتايلكولين بالجرعه العاديه ما يشتغلش، مقفول. لكن لو كترت اسيتايلكولين يطرد البلوكر من على الريسبتور، يبقى ده معنى كلمه كومبليت. امال ايه بقى؟ دي بولارايزنج. فاكرين الاسيتايلكولين لما زاد في الناس اللي عندهم مايتينيا او في الناس اللي واخدين اورجانو فوسفورس وحصلهم نزام، عمل ايه؟ الاول عمل كونتراكشن ستيب، اللي اشتغل كانه ايفرس، وبعدين خلى المكان او الخلايا هنا في حاله اسمها سستين ديبولاريزيشن، كانها مقفوله. دي فكره ما يسمى بالديبولاريزنج بلوك، سواء بقى حاجه اسمها نيكوتين لارج دوز هتسمعوها ان شاء الله في العملي، او ساكسلال كولين في الناس اللي بياخدوه اثناء العمليات الجراحيه في سكيليتال ماسل ريلاكس. تعالى بقى للمجموعه الاهم اللي هي مجموعه الانتي ماسكرينك. كتاب القسم عندنا مقسمها بطريقه واحده اللي هي على حسب السورس بتاعهم. لو اخدت بالك هتلاقي فيه ناتشرال جايين من النباتات، وفي سنتاتيك متصنعين في مصانع الادويه. الناتشرال دول يقول عليهم البلادونا الكالويدز، وعلى فكره اسامي مش صعب، يعني الكالويد قعدت عليه قبل كده. سمعت مين دواء كان الكالويد؟ مثلا بايوكاربيد، مش كده كان معناها ايه؟ انه جاي من النبات وانه بيزك الكيمياء بتاعته كده. المجموعه كلمه بلادونا دي اللي دي يعني اللي بيعرف شويه في اللغات كده، هي كلمه اصلها لاتيني او ايطالي بقى مش هتفرق، ومعناها بلا دي معناها الجميله، ودونا معناها السيده. يبقى بلادونا ده نبات يسموه بالعربي بقى مش السيده الجميله، يسموه نبات ست الحسن، احلى حتى من السيده الجميله يعني. كان زمان بقى ايام عصر البحر في ايطاليا كده ودافنشي ومافنشي والعالم دي، كانوا من علامات الجمال ان البيوبل تبقى دايليتد، يبقى السنت عندها مدريزس. فكانوا بيستعملوا النبات ده اللي هو بيطلع منه الاتروبين ده، يستعملوه عشان كده نوع من التجميل يعني. فعشان كده تسمى النبات بيلا دورنا او نبات ست الحسن زي ما بنسميه. هنا بقى عندنا دوائين، الاتروبين طبعا اشهر واحد، ودواء تاني خلي بالك ليه اسمين والاثنين اسامي علميه، فلازم نحفظ الاسمين. هو احنا متعودين احنا يعني في الفرق في الاصل العلمي يعني نسميه هايوسين، لكن معظم كتب الفارما تسميه سكوبولامين، هو نفس الدواء. هايوسين او سكوبولامين هو دواء قريب الشبه جدا بالاتروبين وجاي من نبات فيه تشابه كبير قوي منهم. المجموعه الثانيه اسمها سينثيتيك اتروبين سبستيتيوتس. قبل ما اقولهم لك بس عايز اسالك سؤال، فاكر سينثيتيك كولين استرز؟ اللي هما الميثا كولين والميثا نيكول والكارباكول، مش كده؟ هما طلعوهم في الطب ليه؟ عشان يصلحوا عيوب الاسيتايل كولين، مش كده؟ نفس الفكره هنا، طلعنا مجموعه اسمها سينثيتيك اتروبين سبستيتيوتس عشان استفيد من الاستخدامات بتاعت الاتروبين من غير ما اعمل اعراض جانبيه كتير. مفهوم الفكره؟ يبقى كلمه سينثيتيك اتروبين سبستيتيوت الهدف منها الاستفاده من الدواء مع يعني افويدنس اوف سايد افكت. هم الحقيقه خمس مجموعات، دي بقى الحته البايخه اللي في المحاضره النهارده اللي فيها اسامي بقى الاخر ان شاء الله. في مجموعه اسمها ميترياتيك اتروبين سبستيتيوتس. ميترياتيك يعني هتعمل تريف بس حضرتك تنعي. انا عارف ان كلكم فاهمين وشاطرين قوي. قول لي كده مين العيان اللي انت محتاج تعمل له ميدريز؟ فانتس اكزاميشن، صح. ان انا ابص على الشبكيه بتاعت العيان واشوف ما يسمى بقاع العين، اعرف بقى مشاكله اذا كان عنده سكر ولا عنده انفصال اي حاجه. طيب في عيان تاني بحب اعمل له ميدريز، صح. اللي عنده ايرايتس، اللي عنده انفلاميشن في الايرس. هو احنا كنا بنعالجه ازاي كده مره؟ ذات المرات وقلت لك لما تروح السنه الجايه سنه رابعه ما تقولهاش، ولو قلتها ما تجيبش اسمي في الموضوع، ان انا ادي دواء ميدرياتيك وبعدين مايوتيك وبعدين ميدرياتيك. وهي مسليه جدا بس ما بتعملش. هي الفكره اللي فيها ايه؟ اقطع الاديشنز الجديده اللي ما بين الايريس واللنس. دكاتره الرمد بيروحوا حاطين دواء اتروبين او اي حاجه من المشتقات، يحط الاتروبين في العين، يبقى هو بعد الايرس عن اللنس خالص، مش كده؟ ويغطي عين العيان بس عشان ما يحسش بزغلله ومشاكل الاتروبين اللي هنفتكرها ان شاء الله مع بعض. يبقى انا اقدر ادي الادويه دي الميدرياتكس دول في الفنجس، واقدر ادي في علاج المشاكل بتاعت العين زي الايرايتس.
المجموعه الثانيه اسمها انتي سيكريتوري، وبعد كده صفحتين ثلاثه هنلاقي اسمهم الحقيقي بقى انتي سيكريتوري انتي سبازموديك. هتيجي ما تدورش، هو اصل ايه كلمه انتي سيكريتوري؟ بيقلل الاتش سي ال. كلمة هنا مقصود بيها بالتحديد reduction of HCL secretion، يبقى هيعالج ايه؟ ريبليكانس. وانتي سبازمودك السباز بتاع السموث ماسل ده في الانتستين او في اليوريتر او غيره بيعمل مقص، مش كده؟ يبقى الادويه بتعالج طرحه وتعالج مقص. دي فكره الانتي سكريتوري انتي سبازمودك. المجموعه الثالثه اسمها انتي باركنسونيان، واضح بقى انها بتعالج الباركنسونيزم. في مجموعه اسمها انتي اثماتيك سبستيتيوتس بتعالج برونكيال ازمة. وهنسمع ان شاء الله المجموعه الخامسه اللي هي مش مكتوبه هنا يمكن بس مكتوبه بعدين، اللي هي اتروبين سبستيتيوتس في اليورينري بلادر. بدائل الاتروبين في مشاكل اليورينري بلادر موجوده ان شاء الله بعد كده في الكلام الشرح اللي جاي. في تقسيمه ثانيه بقى للانتي ماسكرينيك. مين فاكر هو كان في كام نوع من الانتي ماسكرينيك من اسف من الماسكرينيك ريسبتورز؟ خمسه. كان في أربعة أو خمسة ما نعرفش عنهم حاجة غير إنهم في سي إن إس وخلاص. لكن كان في إم واحد وإم اثنين وإم ثلاثة، مش كده؟ في دواء يقدر يقفل كل الماسكرينيك. صح، يبقى يسموه إيه؟ نون سيليكتيف. نون سيليكتيف أنتي ماسكرينيك، قدر يعمل بلوك لكل الماسكرينيك ريسبتورز. واللي فينا فاكر كان في جدول كده في المقدمة كان في حاجات بتقفل الإم واحد. كان في سيلكتيف ام 1 بلوكرز، كان في اسمين شبه بعض كده اخرهم زيتين، مش كده؟ بايرن زيتين وتلن زيتين ودواء كده جاسوس اسمه داي سايكلوبين، ماليش دعوه بالموضوع. طيب كان في دواء بيقفل الام 2 جلامين، بس يا ريت نفضل فاكرين ان الجلامين ده اساسا في الطب زي الكوريه شغلته الاساسيه في الطب انه يعمل يورو ماسكر بلوك، لكن هو بالمره بقى بيعمل بلوك على الام 2. وكان في حاجه غريبه كده بتقفل الام 3 مش مهمه خالص، اتش اتش اس دي، بس هنسمع ان شاء الله النهارده اسمين تانيين احسن منه ويستخدموا في الطب بيشتغلوا على الام 3. يبقى كان عندي كام طريقه لتقسيم الانتي ماسكرينيك؟ لا، عندي طريقتين، يا اما طريقه الكتاب اللي هي على حسب الماستر بتاعهم ناتشرال وسينثيتيك. في طريقه ثانيه موجوده برضه في الكتاب بس في مكان ثاني، يعني ان انا اقسمهم على حسب ايه بقى؟ سيلكتيفيتي، يا اما يقفل كل الماسكرينيك يا اما يكون سيلكتيف على نوع معين من الماسكرينيك ريسبتورز. طيب نتوكل على الله بقى نشوف الاتروبين، دواء مهم جدا في الامتحانات اخر السنه ان شاء الله لما يتقال لك ايه المهم في الريتن تلاقي الاتروبين ده ان شاء الله اكيد موجود معانا في اسئله الام سي كيو بتاعت نص السنه واخر السنه ومعانا في العملي، يعني دواء بيتذاكر كويس قوي ان شاء الله والموضوع سهل جدا. كالعاده بقى احنا بنبدا بالسكيم بتاعنا، المصدر بتاع الاتروبين انا سمعت من شويه انه جاي من بلاد، مش كده؟ نبات كان بيسموه فيلا دولنا وعرفنا سبب التسميه. في نبات تاني يمكن اشهر من الفيلا دولنا في مصر اسمه التاتورا. التاتورا ده نبات بيطلع منه الاتروبين، وعلى فكره الاسم ده معروف في الاوساط الشعبيه وفي الارياف والكلام ده. الداتورا ده بيدخنوه مثلا مع السجاير مع بتاع دي اسمها ايه بتاع اللي ايوه هي الشيشه والله. ومعروف قوي ان الداتورا ده بيعمل نوع من اليوفوريا، يعني بيعلي كده المزاج شويه. فمشهور جدا يقول لك ده يعني قعد الداتورا او يعني شال حشيش كده شويه. يبقى ده دواء او يمكن اشهر من البلادونا، ولما نسمع بعد شويه كده هيقول لك ان في حاجه اسمها داتورا بويزن. ده بالنسبه للسورس بتاعه هو جاي من بلانت اوريجن. لما اتكلم عن الكيمستري بتاعت الاتروبين لازم اقول ثلاث كلمات. كلمه مش مهمه خالص في المنهج يعني بتاعنا، ان هو عباره عن استر من حمض اسمه تروبيك اسيد وبيز اسمها تروبين بيز. انا لا عمري شفت التروبيك اسيد ولا عمري شفت التروبين بيز، بس بقالي 40 سنه حافظ الجمله دي، ان الاتروبين از الاستر اوف تروبيك اسيد والتروبين بيز. ده الكيمياء بتاعتي. النقطه الثانيه نوع الكالويد، خلاص عرفتها دي بيزك شويه. النقطه الاهم بقى ان هو تيرشري امايل وليس كواتيرنري امونيوم كومباوند. دي بقى اللي تهمني فعلا، تفرق معايا ايه بقى؟ يبقى لايكوفيلد صح؟ يبقى انا متوقع
رصاص من الشعر الجيلة وداخل جوه متوقع انه يعدي البلد برين بارير. هو الاورجانو فوسفرس كان مكتوب معاهم ان هم يمتصوا من الجلد صح؟ بدليل التسمم بتاع الفلاحين. يمكن تلاقي كتاب القسط كده كاتب ان هم not absorbed from the intact skin. يعني ليه بتسولفوا قوي بس مش لدرجه بقى ان هم يعدوا كمان من السكن. ده بالنسبه للكيمستري بتاعتهم. تعالى بقى انت قول لي الكايناتكس، انا قلت لك كلمه السن اللي هم تيرشري. قول لي بقى absorption وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكيشن. absorption عرفت. absorption اورالي طبعا ممكن ادي الاتروبين انترافينس صح؟ فاكر الدماء انت انترافينس؟ علاج الاورجانيك فوسفرس لسه من شويه. ممكن اديه انترا ماسكو يعني في كذا طريقه لكن لا لو اتاخد اورال هيبقى ابزورب كويس قوي من الجي اي. الديستريبيوشن عرفت يهمني انه بيعدي البلاد برين بارير. انا متوقع ان شاء الله في الشرح دلوقتي اكشنز على السي ان اس لازم تتقال. الفيت بتاع الاتروبين بقى ميتابوليزم واكسكريشن جزء منه ميتابولايز باي ذا ليفر. الجزء ده بقى قد ايه كل كتاب كاتب حاجه يعني بص لو بصيت كده على كتاب القسم كده هيقول لك ان التلت بينزل في اليورين يبقى اكيد التلتين الباقيين ميتابولايز باي ذا ليفر مش كده؟ وتلاقي في جروب كاتبه 50% 50%. المهم ان جزء محترم جزء كبير من الاتروبين از ميتابولايز باي ذا ليفر. بالبلدي كده لحد ما ناخد جنرال فارماكولوجي ده بيتحول الى ان اكتف ميتابولايت ينزل في اليورين بعد كده. طيب ده بالنسبه للتلتين فاضل تلت فاضل تلت من الاتروبين. خلي بالك بقى عشان برضه مشكله احنا ما خدناش جنرال اول السنه. التلت اللي باقي من الاتروبين اللي ما اتكسرش في الليفر بينزل في اليورين unchanged. ايوه بالظبط كده. الترجمه الحرفيه لكلمه unchanged دي يعني زي ما هو يعني ما حصلوش ايه؟ يعني ما حصلوش ميتابوليزم باي ذا ليفر. فهمت قصدي ايه بقى؟ يبقى الاتروبين لما باخده يوصل للدم تلتين هيتكسروا في الليفر وده انتهى دوره خلاص والتلت على الاقل يعني نازل في اليورين unchanged. طيب تعال بقى نبص على التلت اللي نازل في اليورين unchanged. بص معايا كده لحظه بس على السبوره عشان دي حاجه ليها علاقه بالجنرال واحنا للاسف اجلنا الجنرال شويه. فاكر ان انت الرسمه الغريبه دي في الفسيولوجي ولا في الهيستولوجي ولا في اي حاجه عدت عليك؟ ايه البتاع العجيب ده؟ ليه؟ دي وحشه قوي يا رسم وحشه قوي بس هي كده يعني ما عنديش غير ما اعرفش ارسم غير كده. ايه ده؟ حلو؟ طب ماشي شغال ده اسمه النفرون مش كده؟ النفرون اللي هو واحد من الوظيفه والبناء بتاعت الكلى. النفرون ده عباره عن ايه ان شاء الله؟ فاكر انت البتاع اللي عامل زي الكباشه دي؟ اسمها جوانتس كبسول صح؟ وحاجه كده عباره عن تفت اوف جلوبيولاي كابيلرز كده محشوره جوه اسمها جلوبيولاريز. وبعدين عندي حاجه اسمها افرنت ارتريول وايفرنت ارتريول ما يجيش الكلام ده كله بقى. عندي حته هنا كده اسمها بروكسي وطبعا رسمه بدائيه خالص انت عارف ان في موضوع مش كده بس عشان افهمك الموضوع. بروكسيمال كونفيوتد كيبيول وبعدين حرف اليو ده اسمه بروفوفان صح ديسندنج واسندنج وبعدين في ديستال كونفيوتد كيبيول وكولكتنج ده سوبر. انا عايز اقول لك ايه بقى؟ تخيل الاتروبين كده اللي ما اتكسرش في الليفر ده ماشي في البلد لحد ما وصل الكيدني ودخل على الجلوبيولاي حصل له حاجه اسمها فلتريشن. عارفين مش كده؟ يعني ايه فلتريشن؟ يعني عدى من البورز كده باسف ليه عشان حجمه صغير ويقدر يعدي يعني. طيب تعالى بقى حط مش عايز اقول لك حط مكانك مكان الاتروبين بس تخيل كده الاتروبين اهو. الاتروبين الاكس ده ماشي في الميه صح؟ حصل في البريشر ده ميه عدوا معاه شويه حاجات كده. الاتروبين دلوقتي عنده اختيارين يا اما يفضل قاعد في الميه يا اما يدور على حاجه فيها ليبيدز يخترقها. ايه الحاجه اللي فيها ليبيدز دي؟ الخلايا اللي هي اللايننج بتاع البروكسيمال كونفيوتد تيوب دي عباره عن خلايا والخلايا عباره عن سيلف برين والسيلف برين عباره عن ليبيدز صح؟ يبقى انت حطيته دلوقتي في اختيارين يا يفضل قاعد في الميه وده معناه ان هو هيبقى اكسكريتد بعد كده في اليورين يا اما يخترق السيرم برين اللي فيه دهون ويرجع تاني على السيستميك سيركيليشن. اسمها ايه؟ ان هو يرجع تاني من اليوم اوف ذا نفرون تو ذا بلاد اسمها ري ابزوربشن. برافو عليك. طيب فكر معايا بقى هو هيختار ايه؟
انتصر. هو هيختار ايه؟ هو مين؟ هو بيحب مين اكتر؟ هو لايبوفيليك ولا هايدروفيليك؟ لايبوفيليك اللي بيحب الدهون قوي، يبقى غالبا هيختار مين؟ هيختار انه يخترق السيل ميمبرين ويرجع تاني على البلد ويفضل شغال، صح؟ طيب الكلام ده لو في جرعات عاديه مفيش مشكله، مش كده؟ لو انا بدي نورمال دوز شويه منهم هيعدوا يرجعوا لي تاني، شويه هينزلوا المره الجايه لسه الجايه ان شاء الله شويه هينزلوا وهكذا لحد ما تخلص من الجرعه. مشكلتي امتى بقى؟ لو انا واخد توكسيك دوز اوف اتروبين. توكسيك دوز اوف اتروبين. طيب عايز نخلص منه في اليورين بقى اعمل ايه؟ شويه كيمياء بقى. للاسف والله ما كانش ده وقتهم خالص، بس عشان تفهم هي جمله مكتوب في الكتاب كده وسايبك انت بقى ايه على اساس انت اخدت جدول قبل كده. عايز اعمل ايه في الدواء؟ اخليه مور لايبوفيليك ولا مور هايدروفيليك؟ صح، عايز اخليه يحب الميه اكتر. طب اعملها ازاي؟ اخليه ايونايزد ولا اخليه ان ايونايزد؟ تمام. تعرف ازاي اخليه ايونايزد بقى؟ الدواء ده بيزك، الدواء ده بيرجع بعقلوي شويه. عشان اخليه ايونايزد حطه في ميديم اسيديك. ده كلام تاني بقى، ما يعرف ان شاء الله لما ناخد جنرال مره تانيه. الدواء الاسيديك لما تحطه في ميديم الكلاين يبقى ايونايزد، والدواء البيزك لما تحطه في ميديم اسيديك ايونايزد، يعني يحب الميه اكتر يعني ينزل في اليورين. هيجي واحد شاطر قوي منكم هيقول لي ما هو اليورين اصلا اسيديك، صح؟ مش كان لسه حد يجي يفكر في المعلومه دي؟ صح، بس اليورين سلايتلي اسيديك. فانا عايز اخليه مور اسيديك، اعمل حاجه اسمها اسيديفيكيشن اوف يورين. فهمناها يا جماعه؟ يبقى العيان اللي جاله تسمم بالاتروبين وانا خايف من ان جزء منه لما يبقى ينزل في اليورين من غير ما يتكسر يرجع لي تاني. وانا بعالج العيان ده هعمل حاجه اسمها اسيديفيكيشن اوف يورين. الهدف منه ان انا اخلي الاتروبين اللي هو بيزك في ميديم اسيديك قوي يقوم يبقى ايونايزد. وما دام ايونايزد يبقى حب الميه. وما دام حب الميه مش هينفع هيفضل ماشي مع الميه لحد ما يحصل له اكسكريشن ان يورين. لو عايز تعرف من النهارده بخلي اليورين اسيديك ازاي؟ هو بنعملها بحاجه من الاثنين، يا اما فيتامين سي اسمه ايه ده في البايو؟ سكوربيك اسيد، يا اما حاجه اسمها امونيوم كلورايد. مش مهم قوي دلوقتي هيجي لك الكلام ده بعدين، بس افتكر على الاقل ان انا بعمل اسيديفيكيشن اوف يورين. طيب سؤال بقى عشان اتاكد ان احنا فهمنا. ازاي اقلل اليورينري اكسكريشن اوف اتروبين؟ فعندنا عفاء ما وراناش حاجه. عيان اديته اتروبين وعايزه يطول شويه. اعمل ايه؟ اخلي اليورين الكلاين. فسرها لي بقى. ايه اللي هيحصل لما اخلي اليورين الكلاين؟ بقى دواء بيزك. بقى الكلاين ميديم يبقى ان ايونايزد، ما يبقاش ايونايزد خالص، او يعني معظمه يبقى ان ايونايزد. الان ايونايزد اللي معلوش احنا ده اخباره ايه؟ يحب دهون ولا ميه؟ يحب الليكويدز فيقوم يرجع لي تاني. مفهومه؟ طيب خلصنا بقى من الحته اللي يعني قلقان منها، قعدت افكر نقلبها ونستنى للجنرال ولا نقولها خلاص هتقلب بقى وربنا يسهل. ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكوكاينتكس. في مستضيف كده موجود تحت، معرفش الحقيقه ايه اللي جابه هنا في الموضوع، بس يعني ايه مكتوب كده زي ملحوظه ان في عندنا حاجه اسمها كونجنيتال تولرانس للاتروبين بتحصل في الرابتس، في حاجه في البني ادمين اسمها اكواير تولرانس. هو احنا الحقيقه يعني ما نعرفش اصلا يعني ايه تولرانس، مش كده؟ ولا عرفنا؟ تولرانس هو الترجمه الحرفيه طبعا معناها التحمل، لكن في الادويه معناها ايه؟ يقول لك الدواء ده لما كنت باخد منه قرص منور كنت بنام كويس قوي في الاول، وبعدين بعد شهر اتنين كده من الاستخدام بقيت باخد القرص وما بنامش زي الاول. يبقى دي حصل في الاكشن بتاع الدواء ما يسمى بالايه؟ تولرنس. عارف يعني الديفينيشن بتاعها لحد ما نقول ان شاء الله هو فيلير تو اوبتين ذا يوجوال ريسبونس باي ذا يوجوال دوز. انا كنت الريسبونس بتاعي يوم حلو مش كده؟ والدوز بتاعتي كانت القرص. بعد شويه القرص ما عادش بيديني الريسبونس اللي انا عاوزه. بضطر اعمل ايه غالبا؟ ازود الجرعه، صح؟ هنرجع الكلام ده تاني للجنرال ان شاء الله. صح، في بعض الادويه هيعمل مشكله تعود ويمكن ادمان وقصه طويله. طيب الكونجنتال تولرنس اللي في الاغاني بس عشان تبقى فاهمها.
هو الاجنب ده سيادتك وهو ماشي كده في الحقل يعني او في اي حته بياكل حشائش مش كده؟ صح؟ بياكل اي حاجه قبره يعملها في السكه. لو كان بياكل داتورا او بياكل بلادونا بجرعات كبيره كان اتسمم ومات. مش كده؟ اللي حصل بقى ان ربنا خلق في البلازما بتاعت الاجنب انزيم اسمه اتروبين استريز او يسموه ساعات في بعض الكتب اتروبينيز. الانزيم ده يكسر الاتروبين على طول. فكان الاتروبين في الارانب ما بيشتغلش. الاتروبين اول ما يدخل على الدم بتاع الارنب بيتكسر. فيقول عليها كونجنتال تولرانس. كونجنتال لان ربنا خلقها كده موجوده في كل الارانب الى يوم القيامه يعني. امال ايه اكواير تولرانس معناها ايه؟ البني ادمين ناخد الاتروبين في الاول يشتغل مش كده؟ وبعد فتره من الاستخدام تاثيره قل. ومش مهم تفسيرها بقى النهارده لانها برضو تبقى صعبه من غير ما نكون اخذنا جدل. ده المقصود بكلمه اكواير تولرانس. انا ما اتولدتش بقاوم الاتروبين. كلنا بنستعمل الاتروبين بيبقى رد فعل موجود. لما نستعمله كتير يبتدي يحصل معانا ما يسمى بالتولرانس، بالذات بقى في الحاله المزاجيه. الناس اللي بتدخن الداتوره دي في الاول خالص تلاقي الداتوره دي بحته صغيره كده منها ملفوف في السيجاره تشعل المزاج. بعد شويه بقى لا عايزين نزود شويه بقى سيجارتين او ثلاثه او حاجه. ده بالنسبه للمقوزه بتاعت التولرانس. لا لا ما بيعملش. بيعمل ما هو يعني بس الفكره بس الادمان ده انواع. الادمان ده في حاجه اسمها سايكيك ديبندنس سمعتوا عنها؟ وفي حاجه اسمها فيزيكال ديبندنس. هو بيعمل سايكيك يعني انا ايه؟ لما بقعد اشرب الداتوره او الحشيش او حاجه من دول بحس بسعاده وانتعاش وبنسى الدنيا بقى اللي فيها. فبعد شويه بحس ان انا عايز الشعور ده. يعني حابب ان انا ارجع تاني احس بنفس الشعور الحلو ده. فببتدي بقى ادور مين النهارده المعلم الكتكوت اللي عنده الحشيش ولا مين ولا بتاع. فدي بقى عليها سايد. لكن لو ما لقيتش لو لا قدر الله ما لقيتش حشيش مش هيحصل لي حاجه قوي. لا هتشنج ولا هقعد في الارض ولا مفيش حاجه. دي بقى عليها سايد. الفيزيكال بقى اللي فيه مشاكل اكبر من كده زي المورفين بقى والمحل والحاجات دي. طيب نيجي بقى للجزء الاهم بقى النهارده في الاتروبين اللي هو الفارماكو داينامكس. وللاسف الشديد كتاب القسم دخل لا مش للاسف والله ولا حاجه هو مش واضحه. بس انا دايما لما اتكلم على الفارماكو داينامكس بتكلم على ميكانيزم اوف اكشن فارماكولوجيكال اكشن. مين بقى كده حد يعني جاهز في الفارما يقول لي الميكانيزم اوف اكشن اوف الاتروبين؟ لا مش عايز ما انا عايز كلام مفهوم حد كده يتكرم ويقول لي انت بتشتغل. لكن جماعي كده لا. اتفضل ايه؟ نون سيليكتيف ماسكارينيك بلوكر صح؟ يعني 70% من الاجابه دي يعني الاجابه دي 70% من الصح. برافو عليك. برافو لازم اقول كده. يبقى خلي بالك بقى لما اسالك الميكانيزم اوف اكشن والبروتين وما تبقاش بقى زي ما قلت لك تقول لي مش مكتوبه ومش باينه ومش لاقيها لا هو عباره عن ايه بقى؟ بيقفل كل الماسكارينيك ريسبتور صح؟ يبقى لازم اقول عليه نون سيليكتيف. النقطه المهمه قوي لازم تقول لي هل هو كومبيتيتيف ولا لا؟ الاتروبين ايه؟ كومبيتيتيف. حد عنده دليل؟ لا حد عنده دليل يعني من اللي فات في المذاكره؟ لما جينا نتكلم على استخدامات الفايزوستيجنين والنيوستيجنين قلنا في ضمن الاستعمالات تريتمنت اوف اتروبين بويزنج. وكان الفكره بالظبط كده ان الاتروبين افيلد ريسبتور بس انا اي كان ديسبليس اتروبين بس بشرط ازود اسيتايلكولين بانتي كولين استريز. يبقى انا هقول على الاتروبين كومبيتيتور اقول عليه ساعات ريفرسبل. ويمكن وسط الكلام في الكتاب النهارده او يعني في اي يوم ان شاء الله من الايام تقرا كلمه سير ماونتبل. سير ماونتبل دي معناها بالعربي كده قابل للازاحه. يعني اقدر لما اكتر اسيتايلكولين اطرده. يبقى الاتروبين يقفل كله نون سيليكتيف وريفرسبل او كومبيتيتيف او سير ماونتبل بلوكر. طيب كتاب القسم عندنا كان في الجزء بتاع الفارماكو داينامكس كاتب باراسيمباتوليتيك اكشن وكاتب لك كده ان هو بيبلوك ذا ماسكارينيك باي كومبيتيشن ويز اسيتايلكولين بس ملوش دعوه بالريليس بتاعه. وبعدين كاتب جمله بين قوسين انا الحقيقه يعني لحد امبارح بدور في كتب
الكبيره بتاعت الفرن مش لاقي الجمله دي. فمكتوب بين قوسين ان الاتروبين انهبتس وانيليت سايكليز انزايم فبيقلل سايكليك جي ام. هي يمكن تكون من يعني من الكلام القديم بتاع الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاسيتايل كولين وعكسه الاتروبين. كان بيوفر زمان الاسيتايل كولين بينشط وانيليت سايكليز فبيزود السايكليك جي ام بي وبالتالي الاتروبين يعمل عكسه. بس الحقيقه يعني هي مش مؤكده قوي دلوقتي. طبعا لو كتبتها في الامتحان اوكي ما مكتوبه في الثالث قسم يعني، لكن عشان لو حد سالني فيها انا مش لاقيها في كتب حاليا بتاعت فارما. انا اللي اعرفه ان هو بيقفل ماسبرينيك سايكلز كلها وبيكمبيت مع الاسيتايل كولين، وفي كلام غريب شويه كده مش عليه خالص بيمسك بشكل معين كده امينو اسيد معين بيمسك في ريسبتور، قصه كده مالهاش لازمه. المهم ان هو بيشتغل بالطريقه احنا قلناها. تعالى بقى نبص على الفارماكولوجيكال اكشنز، وهنا ياتي بقى دوركم انتوا في الشرح. مش هقول حاجه خالص، انا هجيب كرسي دلوقتي واقعد وانت اللي هتقولوا لي الاسم الاتروبين ده ايه هي الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعت الاتروبين. معلش هنسيب الكتاب بقى شويه كده عشان ايه؟ شغل مخنا يعني بدل تغيير يعني مش كده؟ ما بشتغلش كتير فيعني نحاول نشغله شويه كده النهارده وبعدين نبقى نرجع نوقفه تاني كده عادي. انا عايز حضرتك تقول لي كده الاماكن اهو الام 1 الام 2 الام 3 وبعدين تقول لي الماسكارينيك اجونست. طبعا المثال بتاعنا المشهور قوي قوي الاسيتايل كولين هيعمل ايه الاماكن